سلام كبير قوي، اكبر سلام عندنا، سلام على قد صح. العريس حبيبي اخويا وحبيبي وشقيق التخته الواحده قبل ما يرفدونا من المدرسه. طب ليه كده؟ على الطلاق ولا دخل المدرسه ولا شاف امير النقاش الحاصل على الفرشه الذهبيه بي والعروسه أختنا وزنة الصبايا وزنة المنطقة طاقة وكل رجالة الرجالة الموجودين معلمين وصريعية وطندية وجدعان. صباح ايه حصني يا جدع فرايح عايز نرقصك بعشرين جنيه؟ مش حالي يا اخويا لما كنت هتجمع فلوس بتجري فينا اكتر من مية الحنفية. انت بلاش فضايح، خدي ورقة بخمسين ايه رقصيني بيها. انا اهو وانا وانت ايش انا اهو وانت انت انت اهو انا اهو وانت انت اوعى انا اهو وانت اهو والسما انا اهو وانت اهو والسما انا اهو وانت اهو الا سهرتك ليالي الا دوتك يا غالي كان في اثم كبير علينا يا اخوان. لو اخوها كان حر ما كان اللي يسمح بهذا الفسق ولا كان هيزوجها من هذا الفسق اصلا. يلا يا اخوان يلا. ايه يا جماعه مستعجلين ليه؟ ما بدري. خليك في حالك يا راجل. حالي ما انا طول عمري في حالي، يا ريت انتوا تفضلوا في حالكم زيي. اسمع سلام كبير قوي يا عبد السلام. مسي على العريس وقول له دي هديه المعلم عشان ليله الدخله تبقى حلوه. طول عمرك صاحب واجب بس المعلمين. هو ده يا بس على اجدع عريس. المعلم حنفي بيصبح وبيقول لك جرب الصمت الجديد وبعت لك حته هديه بمناسبه ليله الدخله. المعلم طول عمره صاحب واجب. امال هو معلم ايه؟ ما هياش فرحانه، تفرح ازاي بس وهي ملهاش اهل يفرحوا بيها؟ ملهاش اهل ولا العريس مش جاي على هواه؟
ما هي الدنيا كده يا ست فوقية، لا الشاطر حسن بيلاقي ست الحسن ولا ست الحسن بتلاقي الشاطر حسن. ويا ريت نخف المخاف. فرح عبال عندك جوزت يا اخويا من 4 سنين يبقى عبال الاغاني ونيجي نضرب فتشه يفتش معيش حشيش والله والله ما معايا حشيش ما غلط يا عم انت عم شويتنا ايه بس ايه 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 شكل وحش كده قدام العروسه من جوه جيبه يا باشا قدام الجميع وهو الجواز ما ينفعش الا بنص وقيه حشيش يا عريس جاتني هديه سعاده الباشا وانا قبلتها والنبي قبل الهديه انت كمان هتعك اقف ساكت يلا احسن لك ايه الاخبار عندك يا مجد بيه متلبس يا باشا فتش الموجودين كلهم لا مؤاخذة يا سعادة الباشا ده فرح واحنا نادر اول لما بنفرح الله يرضى عليك بلاش عشان خاطر البنت المسكينة اللي في الكوشة الاول بقى مين حضرتك انا عمك عبدو عمي عبدو شكلك زعلت مع ان سيادة الوزير بتاع حضرتك دايما يقول لي يا عم عبدو وانت بقى تعرف سيادة الوزير بتاع حضرتي طبعا سعادتك طبعا ده كل يوم الصبح يقول لي صباح الخير يا عم عبدو اقول له صباح الفل يا سيادة الوزير سيادة الوزير بقى معاك كل يوم في حته عندنا في النادي اصل كل يوم الصبح بيجي يلعب ماتش تنس قبل ما يروح الوزاره اه سيادتك بقى بتلعب معاه لا انا ماليش في التنس معاك بطاقه طبعا حضرتك اتفضل سعادتك جرسون الاول بقى مفتشك وبعدين نتكلم تفتشني بكل احترام يا عم عبدو بس سعادتك عارف ان انا هحكي لمعالي الوزير على كل حاجه يا ريت والله هو عشان انا جرسون وقعت من نظرك ولا ايه لا والله يا عم عبدو بس دي اجراءات لابد منها يا فندم ده فرع على القد وكل المعازيم اللي هنا من عينتي وكلهم لمؤاخذه بيعتبروني كبير الحته فما يصحش يعني انك واحنا بقى بننفذ القانون يا كبير الحته اتفضل متشكر حضرتك بس كلك نظر ومفهوميه يا باشا لو الفرح ده كان في لوكاندا كبيره وكل المعازيم يعني وزراء وناس اكابر وكانوا بيشربوا بانجو ولا بيشموا هروين كنت هتنكد عليهم اكيد واحد من المهمين كان هيقول لك معلش وكنت هتعمل له خاطر يجرى ايه سعادتك لو عملت خاطر لواحد غلبان زي احنا بقى لو سيبنا تطبيق القانون للخواطر مش هنخلص لكن اوعدك لو وقع تحت ايدي فرح من اللي بتقول عليهم دول برضو هنفذ القانون هاتوا يا باشا طب بلاش العريس ابوس ايدك خلاص يا عبدو ده ضابط جديد والغربال الجديد له شده لسه قدامه وقت على ميلين تعال فتشنا احنا كمان وعزه جلال الله انكد عليك عيشتك زي ما نكدت علينا عيشتنا هاتوه بس دي يا امه ما تخافش يا سعيد ما تخافش يا ضنايا فتحي جري على البيت هات فلوس بسرعه وتعالى ورايا انا جيت لمين يا امه ما كنتش متوقع معلش يا بقول لك ايه يا امه قومين ومعامل غالي ما تسترخصيش هاتي يا ضنايا محدش عارف الخير فين يا بنتي يمكن ربنا شال عنك هم ما كنتيش هتقدري عليه ما هو اصل اللي جوزها حشاش تبقى اتجوزت الفقر والطبع الوحش وبعدين يمكن ياخد براءه بس براءه ازاي دي حته الحشيش طالعه من جيبه قدام كل الناس طب هنعمل ايه بقى
هذا الله وادي حكمته. المشكله مش في كده، المشكله ان انت دلوقتي مراته حسب شرع ربنا، واذا دخل السجن هتبقى عامله زي البيت الواقف. الله. يلا يا حنان. الله عليك يا عماد. بيت جوزك يا بنتي. انت دلوقتي على ذمة راجل. صحيح هو في شدة، بس انت مراته. بس انا خايفة. مقبوضة يا عماد. مكتوب. كله مقدر ومكتوب. وش المصايب قاعده ليه؟ اروح فين بس يا حاج؟ دول 60,000 داهيه قدمت لحظة على ابني. هو انا اللي قلت له يشرب حشيش ويحطه في جيبه؟ ما طول عمره اسم النبي حرص وصينه بيشرب حشيش ومحدش قدر يقرب منه. اشمعنى يعني المره دي لما قربتي منه انت وجيتي جنبه؟ بقول لك ايه؟ انت تاخدي هدومك وتمشي من هنا وكفايه اللي حصل بينك. بس انا لسه على ذمه جوزي، حرام عليكي الناس تقول عليا ايه؟ وهي الناس يا اختي لسه هتتكلم؟ دي الحته كلها مالها سيره غير نحس. حاجه روايح يا حاج روايح، يا حاج روايح. ايوه يا مسعد، عملت ايه؟ الاخبار مش حلوه خالص يا حاج روايح. سمعها، يمكن تحس وتكتشي. في راجل مهم قوي 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 في الحكومه قال ان لو اعتبروه من رجاله المعلم حنفي هيتص تأبيده، لان ده اسمه اتجار، لكن بقى لو اعتبروه لوحده هيتص من سنتين لخمسه ان شاء الله، على اساس يعني انه تعاطي. يا لهوي يا لهوي، حصر عليك يا ابني وعند جراتك. خد هدومك، خد هدومك. قاعده ليه؟ امشي كده. انا اول حاجه خليه يعملها انه يبعت لي الورق. مش مساله حظ، لا، البنت دي اتولدت في المنطقه الغلط. لو كانت اتولدت في الزمالك ولا في مصر الجديده ولا في شارع واسع شويه كان بقى حالها غير كده. يا لهوي، دي حنان لازم حماتها، ما انا عارفاها، مره شرانيه وجحده. ريشه، ايه يا مجاهد؟ ما تقوم تشوف البنت دي اكرم ولا ابوها؟ ما حدش سمع كلامي. ما تزعليش على نصيبك الوحش، ما حصلش حاجه، انسي. بس من النهارده ما تحمليش هم اي حاجه، انا اهلك وناسك كل اللي انت عايزاه. عايز منها ياد يا ريشه انت الضال. طب انا اهلك يا رب. عليك يا عبد الواد، لحد امك خرفي. اوعى اوعى يا ابني طريق. اوعى اللي حصل يا ابني. اسمعت وكملي طريق. Oh!
عبدو افتح يا فاطمة، انت مش هبلة زي جوزك. اهلا انا هفتكرك. افتح. شش وطي صوتك، جاي لي يا جابر. انا مش جاي ازورك، هو اللي زيك يستحق ان الواحد يبص في وشه؟ شش اهو ابتدينا اهو. امال جاي لي يا جابر يعمل ايش؟ جاي اتخلي، جاي فش غلي. برضه مش وقت فش غلي، وكمان بارد وسقيل. ابعد عن سكتي. اعمل لك ليمون يروق دمك يا سي جابر. ما بيشربش ليمون. اعملي لي ليمون. اعملي له شاي. جوزك ده هو اللي ميل بخت البيت. جوزك ده هو اللي ركب دماغه وخان الأمانة. أمانة إيه يا راجل يهطل؟ أنا بنفذ وصية أبوها. سيد وهو بيموت قال لي سطر البنت يا عبده. تقوم تجوزها الحشاش؟ ومال؟ ما كل الناس حشاشين. شاورني على واحد في الحتة دي غيري ما بيحشش. أنت نفذت وصية المرحوم غلط. سيد الدهشوري وهو بيموت قال لي صوني البنت يا جابر. قال لك صونها وقال لي استرها. تفرق إيه دي يا أخويا؟ يوه تفرق كتير يا أبو مخ تخين. المهم دلوقتي هنعمل ايه عشان نطلع البنت من المصيبة اللي هي فيها دي؟ حماتها طردتها يا عبدو. اي خف ايدك وش وارد مارس يا سعاد. على فكرة الواد الطبار يستاهل كل اللي جراله. اي نعم انت اديته وعرفته قيمة نفسه، بس هو كان يستاهل اكتر. بص لفوق سنيورة الحتة تتجوز واحد طبال ده حتى ما بيعرفش يطبل. يا اسطى فرهود، البنت اللي انت بتتكلم عنها متجوزة وعلى ذمة راجل وبعقد شرعي. اما اذا كان جوزها خد حكم فمن حقها انها تطلب الطلاق من المحكمة، والمسائل دي بتاخد وقت. ام سعيد اللي هي حماتها مش طايقاها وراسها وقال في سيف انه يطلقها. وانتوا عارفين سعيد سوبر بقى ما يقدرش يخالف امه. المرة دي خلافة مرضيش يا سعاطف. أخبره إيه؟ خد أول أربعة استمرار. قبل ما أخلص هيكون مطلق. ابعت هات لي فتحي لسعه وشارب البلدوزر. تعالى قهوة؟ صاحب عملي قدام سينما ديانا، مش عايز أي حد يشوفه معايا. ماشي. يلا. تسلم ايدك. شوية صغيرة لاني مش ناوي اطول يعني. تفضل يا معلش. بس هشرب على قد ما اقدر عشان خاطرك. امسك. خدي. انت مش لوحدك. احنا اهلك، ولو احتجت اي حاجه شاوري بس. كتر خيرك يا عم عميش، انا بعد اللي حصل لي مش عايزه مساعده من حد. انا مش حد يا حنان، انا جابر عميش. انت يوم ما اتولدتي انا اللي اخترت لك اسمك. ابوك كان اكتر من اخويا. انت عايزه الناس تاكل وشي ولا ايه؟ مش هينفع يا عم جابر، أنا مش هفضل عايشة على العطف والإعانات. أنا كرهت نفسي. البت اليتيمة الغلبانة كانت النتيجة إيه؟ أهي كمان بقت موكوسة. ما تقوليش كده، ده أنت. إزيك يا عم عبدو؟ إزيك يا عم؟ إزيك يا خالتي؟ إزيك يا حبيبتي؟ على مهلك يا فاطمة. لقمة كده على مقص ما بيت. إيه ده؟ أنت هنا؟ أيوه هنا. هنا جابر. انت كده دايما سابينا يا عميش. جوزك هو اللي كسلان. انت ايه اللي جابك؟ انت مالك انت؟ حنان انا هاخدك تعيش معانا يا بنتي. وتعيش معاك ليه؟ ما تعيش معايا انا. اهو الخطة اللي اشتغل. هتعيش معاك ازاي يا راجل وانت قاعد لوحدك؟ عايز الناس تاكل وشنا. خلاص يا عم عبدو، خلاص يا عم عميش. اذا كان ابويا الله يرحمه وثقوا عليا قبل ما يموت فانا بقول لكم كتر الف خيركم. من النهارده انا المسؤوله عن نفسي. انا مش طير بتربيه يا عم عميش ترمي له الاكل والميه وتتفرج عليه شويه وهو يبقى اسمك بتعمل حاجة تسليك. لا، ولا أنا بدل بنتك يا عم عبد الله يرحمه. أنا وافقت إن أنا أتجوز سعيد بس لأني زهقت. زهقتي مننا يا بنتي؟ أنا ما أقدرش أزهق منكم أبدا، بس أنا تعبتكم وتعبت. مش هي دي العيشة اللي أنا كان نفسي عايشها. لو بتحبوني صحيح خرجوني من هنا، شغلوني. هتشتغلي إيه؟
ده انت حتى الدبلوم ما خدتهوش. اي شغلانه ان شاء الله شغاله في بيت. بعدين هي قله ذوق بس انا لازم اقولها، حد فيكم يعني ضامن عمره؟ طريشة طريشة يا اسطى، افتح دي ثالث مره اجي لك فيها يا اسطى، افتح دي، المعلم قلب عليك الدنيا. جلوس. اللي يعرفنا يقول، اللي ما يعرفناش احنا مين؟ ابدا يا جدعان، فتحي لسعه وشارب البندوزه. مين؟ مين فيكم سعيد سوبر؟ تعال يا سعيد. حاضر. انت مزعل امك ليه يا سعيد؟ امي؟ ايوه امك. ده موضوع يعني شو تزعل يعني، ما شغلش بالك انت يعني مزعلها يا سعيد؟ يرضيكوا حد يزعل امه اللي ولدته وكبرته وهنيته؟ يرضيكوا؟ لا لا عيب. انت مزعل امك ليه يا سعيد؟ انا اصلها عايزاني اطلق مراتي وانا لسه متجوزها. ده انا حتى لسه ما دخلتش عليها. امه ولا مراته يا جدعان؟ امه طبعا. احنا ناخد راي الناس الافاضل دول. امه ولا مراته؟ امه. سمعت؟ يا كريم يا رب الفول المدمس. انا عم حسن عيني. حاضر اللوز. يا حلو صح يا حلو طول يا حلو صح نهارنا طول يا حلو صح صح حلو طول. عايزة حاجة يا حنان؟ هي مين الست اللي انت هتشغلني عندها؟ شايفة البيضة المحمرة المنكوشة اللي عاملة زي فرخة الجمعية دي؟ ايوه. من الناس صالح فيها؟ تبقى التانية، بس دي شكلها شديد ومفتري يا عم عبد. مش شايف بتصرخ ازاي ولا بتضرب الكرة ازاي؟ يا بنت ده في اللعب بس. هو اللي حاله كده يا عم عبد في اللعب، في الجد يبقى عامل ازاي؟ صباح الفل يا ست الكل. هنستر؟ اقول ايه؟ غزال في الملعب يا نادي هانم، ده انت طحنطيقه. ايه مش لابس اليونيفورم بتاعك النهارده ليه؟ لا ما انا لسه هستلم بعد نص ساعه. انا جيت بدري عشان اصبح على حضرتك، وبالمره جبت البنت معايا عشان تشوفيها. بنت مين؟ البنت الغلبانه اللي عايزه تاكل لقمه عيش، وسيادتك وعدتيني. انا مش وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا القوى العامله. بس طول عمرك اهل الخير يا ست، وربنا يحوش عنك غدر الزمان واسوه الايام ومراره عيشه الايتام. يا عبد الستار الكلام النكد اللي على الصبح ده، ما حدش بيبتدي نهاره كده ابدا بغدر الزمان والحاجات دي. ومراره عيشه الايتام بعيد عنك. وبعدين هي كانت بتشتغل فين قبل كده؟ كام اول مره تسيب البيت وتخرج. كل ما في الامر ان البنت المسكينه دي كانت بتتجوز، وفي ليله دخلتها اتقبض على عريسها ومستني حق. انت اتجننت يا راجل؟ انت جايب لي واحده مقبوضه على جوزها، يعني مجرم؟ مجرم ايه؟ ده راح في حاجه خايبه. واحد صاحبه في ليله دخلته نقطه بقرش حشيش، قال ايه؟ عشان يوزن دماغه في الليله المفترجه، من حظه النحس. البوليس كبس على الفرح، اتقفش بقرش الحشيش وراح فيها. حشاش يعني؟
بس مش مدمن ده فين وفين لما بيضرب حجرين في مناسبه حلوه كده. وحضرتك ست العارفين ليله الدخله دي احلى مناسبه، ده غير انها ليله امتحان وفي الامتحان يكرم المرء قوي. غور من وشي بقى، هاتي الشنطه دي رب حشاش. ما طلقها كمان. طلقها، برافو. هو ده النادي هاني؟ طب سيبه انت، هاجي معاك يا عم. لا لا خليك يا روحي يا ست هانم. البنت زي الفل ولازم تشتغل، الشغل سطرة ليها. أهلها يسطروها. ملهاش، أبوها وأمها ميتين وعمها القطر قطع رجليه وخالها كفيف وأخوها في السجن. ليه؟ نص قرش حشيش ولا بودرة؟ حاشا لله، بودرة ده اتمسك في حاجة تانية خالص، اتمسك في خلية. خلية نحل؟ نحل إيه يا ست هانم؟ خلية إرهابية. يا نهارك اسود، قسما بالله لو شفت وشك تاني هطلع. خلاص من غير ما تحلف. خلاص غور من وشي لحسن، هعمل جناية على الصبح. مش للدرجات يا ست هانم. خلاص يا عم عبدو، خلاص كفايه عليك لغايه كده. وانت يا ست هانم براح علينا شويه، اللي عطاك يعطينا. عماله تبيعي وتشتري في الراجل، ومش انت اللي بتوزعي الارزاق، ده اللي فوق يا دي اللي عايزني اشغلها. يلا يا عم عبدو. ارتحتي يا اختي؟ ما هي لو ما لقيتش شغلانه ممكن تنحرف. ومن سطر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامه. ذنبها ايه المسكينه؟ هي لا قالت لجوزها يحشش ولا قالت لاخوها يخش خليه. الاثنين قضوا عليها يا نادي هانم، ومحتاجه الايد رحيمه تاخد بيدها. حمى حمى، هات البنت. شفت بقى، طولة البال تهد الجبال، والست دي أول جبل لقيته. يلا حنام، يلا حبيبتي ما تخافيش، دي طيبة أوي. أنت اتجننت يا راجل؟ أنت هتركبها جنبي ورا ورا. أنا باظة استنى، معلش أنا غلطت. بالراحة بالراحة يا حنين. صباح الخير يا ست سلوى. نهارك زي الفل يا باشا الحته. ايه خير؟ ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ ما انت عارف نوم الستات المطلقه كله قلق. ما تتجوزني يا راجل. تتجوزيني تعملي بيا ايه؟ اذا كان عليا انا قادره واعمل كتير. اول حاجه اخد بالي من الحمام بتاعك. طيب لما انت تاخدي بالك من الحمام بتاعي انا اعمل ايه؟ اجي اعمل لك لقمه تفطر بيها. صراحه على صراحه، تعالي بالليل اعملي لي لقمه اتعشى بيها، اصل على الريق ما بيبقاليش نفس. مش كنت تقول كده من زمان؟ بدأت الأيروبكس كلاس من نص ساعة. أوكي. Okay.
اسمك ايه؟ حنان سيد دهشور ابو الوفا سيادة. خلاص، هو احنا في السجل المدني هتبصي لي الرصه دي؟ عندك بطاقه؟ ايوه ست هانم، اتفضلي سيادة. هتشتغلي اسبوع تحت التمرين، بعد الاسبوع يا هتكملي مع السلامه. ان شاء الله هكمل حضرتك، بس يعني هشتغل ايه؟ مش هتاخدي مكاني طبعا، بس عايزاكي تعرفي ان الزباين اللي بيجوا لنا دول كريمه المجتمع، بيقلعوا هدومهم، ساعاتهم، المصاتهم، وممكن يكون عندهم اكسسوارات فالصه ملهاش قيمه، لكن لو ضاعت هيقولوا لك انها حره، عشان كده الامانه مطلوبه. ولو بنسى ضاعت من اي زبونه. لا سيادتك، لو ايدي اتمدت على حاجه اقطعيها لي. تاني حاجه تكوني عاميه وخارصه وطرشه، لانك هتشوفي وتسمعي حاجات كتير قوي، وبقك ما يتفتحش، ده نوع تاني من الامانه. مرتبك مش هيكون كبير قوي، مبدئيا 150 جنيه وانتي وشطارتك في البقشيش. في بيضه مقشره، انا عايز البيض المقشر. يبقى 50-50. يبقى بلاش منها. مش من اولها كده، ما لازم تستفسر. انا ليا نظامي، انت عارف التلت والتلتين. بس انا معايا ناس تانية يا زميلي مسهلين كل حاجه. الناس التانية دي تبعك، تتحملهم انت. ماشي، طلع تبقى بالنهار، مفيش احلى من شغل النهار. لو مره فيها امن مقدور عليهم، وفيها بوليس سكان، يعني سكان وحراسات. العماره فيها ناس مؤمنين قوي، عليهم حراسات، ده غير ان السيد مساعد وزير الداخليه للامن ساكن في العماره. وتقول لي بيضه مقشره؟ دي بيضه تعبان يا بني ادم. اسمعني للاخر، اما اقول لك مقشره تبقى مقشره. كاميليا المور دي شغاله في شقه 19، هتسد بلعه المطبخ، وهتطلب من ستها سباك، حضرتك بقى هتبقى سباك، وهتخش من القده بتاعتك. السلام عليكم. والامن هيكون عنده خبر، تخش شقة 19 تسلك البلعات في نص الدقيقة، بعد كده تخش شقة 23 تسلك كل حاجة على رواقة. أصحاب الشقة فين؟ في باريس عقبال عنها. يعني العملية محدش هيحس بيها إلا بعد ما يرجعوا بالسلامة. أوعى تنسى تاخد حساب السباكة، ده حقك. واللي استعصى عليك وديه عند كاميلا وهي هتخرجه بمعرفتها. كده بقى يا ورد تبقى بيضة مقشرة. والعملية يا عم بقت 50-50، انت عارف حقاني. مساعدتك ورضاك. الحديث معي يكون داخل المسجد. وماله يا سيدنا الشيخ، ادخل الجامع. دخولك المسجد ليس سهلا. بارك فيك. اولا تتطهر. بسيط. وتتوب. في نيتي من زمان. وتترك لحياتك على حالها. اسهل من كده مفيش. وتعرف الطريق الى الله بحق. دي النعمة اللي كان نفسي فيها من زمان. بعد كده يسمح لك بدخول المسجد ونسمع منك. عشان تكسبي فيها ثواب يا ست هانم. لا، في حاجات كتيرة تانية غير الثواب. بتفكريني بأيام حلوة، عشان كده خليتك تبتدي السلم من أول. شوفي شغلك. أنتي لسه بتشتغلي بهدومك؟ طب تعالي معايا.
ما فيش مشكله يا ست هانم، الهدوم المبلوله بتنشف على الجسم. خدي وانتي ساكته. بتشمي ايه؟ دي زي الفل ومكويه ومغسوله وبتاعت واحده اجنبيه نسيتها قبل ما تسافر. يلا غيري هدومك. ست هانم انا كنت فاكراكي يعني قويه وشديده، ما تاخذنيش يعني، بس طلعت دي طريقتك في الكلام مش كده؟ ايوه كده انا متاكده. قلت لا اله الا الله، مشكلتك هتتحل. امسك يا ابني. تسلم. تشكر. قول لي انت لازمك كام؟ اجره الحكيم 300 او 400 جنيه، وعندك الادويه كام؟ شوف انا وساني. شكرا يا ابني. انا النهارده يا بكره بكتير هيوصل لي فلوس من البلد، اللي هيوصل من نصيبه. انت ورزقك. ايه انا ورزقي دي؟ هو انت ما تعرفش الفلوس اللي جالك من البلد قد ايه؟ يعني ده ايراد ارضي يزيد 100 ينقص 100، ده رزق. وبعدين انت عارف في ظروف الفلاحين الغلابه، وانا بطبعي حنين معاهم. ان شاء الله اول كل شهر هسدد 50 جنيه كاني بقسط عند ريت. وقت السداد يحلها الحلال، المهم الرزق يوصل. الله لا يسيئك يا عم عميش يا رب، الله لا يسيئك. السلام. ويبعد عنك ولاد الحلال. اسمح لي يا راجل طيب. ما انت قعدت. ايه رايك لو عازمك على اكله كوارع اللي مطلوب منك؟ انت تعزمني؟ ليه جاي منين؟ كنا بنجري وراك لعيشنا. انا جاهز. جاهز ليه؟ هتجوزها. يا مين؟ حنان. هو في غيرها؟ وجوزها هنعمل فيه ايه؟ ما هو طلقها. اكيد انت اللي ورا موضوع طلاقها ده. وبعدين مش وقت الكلام ده، لسه بدري. على الاقل لما تخلص ايام عدتها. عده ايه؟ هو لمسها؟ لمسها ما لمسهاش، هو الشرع كده. ايه الكلام ده؟ ده اللي حصل وده اللي عندي. ولو مش عاجبك كلامي ما تروح لاخوها. اروح له فين؟ راح للسجن؟ انت يعني غريب عنه. وهي فرصه تروح السجن زاير مش مسجون. يعني ايه؟ انا سلكتها لحد غيري؟ لا ليك ولا لغيرك. وبعدين ذنبه ايه؟ ليه كده يا بنت الناس؟ حد يطلب البوليس يا ناس. مش كنت تاخدي بالك يا بنتي؟ صدقوني مظلومه، والله العظيم مظلومه حتى سالوه. والله انت راجل باين عليك طيب، وهي باين عليها بنت اصول. ايه رايك؟ تراضيك وتدفع لك ثمن العلاج. انا مستعده ياخد كل الفلوس اللي معايا واجيب الفلوس من عند بابي كمان لو عاوز. طول عمرك لعله فيك. عزت الله ابدا، انا كده من يومي. مصدقاك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ امال من ايدي؟ اوعى تكون نفسك واحده ست. لا لا، انا الظهر حبيت اخد دش اتزحلقت ووقعت على طرف البانيو. اه صحيح، ده انت عندك بانيو. الله، ايه رايك؟ انا عاوز اغطس فيه قيمه نص ساعه كده. اهو قدامك، ان شاء الله تنامي فيه لحد الصبح. على فكره الناس مش سايبينك في حالك، بيقولوا العز اللي انت فيه ده كله منين؟ والمعاش بتاعه يا دوبك يستره. يا ستي، يقولوا اللي يقولوه. انت ناسيه ان انا عندي ارض واطيان واملاك في البلد ولا ايه؟ ولاد الحرام،
دول فاكرينك زارع سطوح بامبو. لا جديدة دي. لا ابدا انا كنت بس سرحانه. لا انت كنت بتحلمي، كنت طايره. احنا كلنا كنا بنات زيك يا احلى. صدقيني حضرتك انا بس كنت ببص، انا اول مره يعني اشوف راجل بيرقص وجسمه كده وكده بس يعني. ما يستحسن انك انت ما شفتيش اكتر من كده بصراحه. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله. الآن نسمع منك. ادهن وكرامة الداس عليها. كرامتك؟ وهل كانت لديك كرامة أصلا؟ مفيش حد غيركم يرد الاعتباري، خصوصا يعني لو بقيت واحد منكم. عن قناعة؟ عن قناعة ولا التحقيق مصلحة؟ ومن أدرانا؟ دي حاجة في القلب ما أقدرش أكشف عنها ولا حد يقدر. إذا كنت صادق في اللي بتقوله فاثبت جدارتك. إزاي يعني؟ الآن تسمع منا. حارب الفسق والفجور، واللي علينا ان احنا نساعدك وندعمك في هذا الامر. مع بعض ليه؟ واحنا مش زمايل؟ يعني مفيش مناسبة. ولازم يبقى في مناسبة. قولي لي ازيك؟ اقول لك الله يسلمك. قولي لي اسمك ايه؟ اقول لك خالد. وانت بقى اسمك ايه؟ حنان سيد دهشور يا ابو الوفا. اسمي حنان. حنان. يا
اتفضل. ايه يا كوس؟ هتظبط الواحده خليني اعرف اشتغل ولا عايز تضحك الناس عليا؟ حاضر يا رئيسه. ميشا يخرب عقلك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سلام كبير قوي، احلى سلام. والميس ريشي احلى ضابط ايقاع. العشرة القديمة والعش والملح قدامك حاجتين، يا الطوبة النصوحة وارتداء النقاب، يا ما يطلع النهار وما يكونش ليك وجود في المنطقة كلها. يا دي المصيبة السودة، أمال لما دقنه تطول عن كده شوية هيعمل إيه؟ كذاب يا خيشة، كذاب قوي. وعزة الله لو الناس دي كلها صدقتك أنا برضو لا أصدق إن إبليس يصلي ويصوم، لكن أنت هتعمل وحشة ونص برضو لا. هو المدرب بيكون معاه شهادة ولا كده يعني؟ في اللي معاه شهادة وفي اللي بيشتغلها كده بالخبرة. طيب وانت انهي فيهم؟ انا بقى يا ستي خريج تربية رياضية. ودي شهادة كويسة يعني؟ اه كويسة. طب ما اشتغلتش في الحكومة ليه؟ الدور لسه ما حصلنيش. ولما الدور يجيلك يعني ان شاء الله هتبقى بتشتغل ايه؟ مدرس العاب. وليه ما تكونش يعني مدرس عربي ولا حساب؟ معلش بقى كلنا زمايل. انا بقى ما فيش حاجة خالص، لا شهادة ولا خبرة، هي حتة اعدادية وبعدها اتحبست في الحارة ما خرجتش منها، مش عارفة ليه، وياريت على الخروج وبس. كان نفسي في حاجات كتير قوي بس يعني ولا حاجة منها حصلت. زي ايه؟ كان نفسي روح السيما والملاهي واتفرج على السيرك، واللي كان نفسي فيه قوي قوي يعني اني اركب مركب في النيل وساعات امشي كده يعني بص على الارض، حاجة عبيطة يعني، يمكن الاقي خاتم سليمان ولا حاجة. طب استني اهو. ايه ده؟ غمضي عينيكي. ها نفسك في ايه؟ نفسي ها نفسي في جلادي. تحت أمرك يا مدام لاتي. دبل فور دبل دبل.
مدام نادية، مع احترامي، انت عارفة تعليمات زيدان بيه، وجودك هنا غير مرغوب فيه. يا ريت تتفضلي. نعم طارق ببلغ حضرتك انه مستر زيدان فاضل له مكسب 10 دقايق ويخلص. اوكي خلاص. انت واقفه كده بتعملي ايه؟ مش عايزه اشوفك واقفه كده. حاضر. تعالي معايا. حاضر. طبعي وانت عارفاه. انا اقول الكلمه مره واحده بس، انت زاد خلف اوامري. انت لازم تبقى هادي، انت في مكان محترم جدا، في اهم واحسن هيلث كلاب في مصر. لو كررت عملتك قسما بشرفي لكون مدمرك. مادام حلفت بشرفك يبقى في فرصه للتفاهم. طول عمرك سفله، السفاله في دمك. وانت اوطى بني ادم شفته في حياتي، ومهما عليت هتفضل واطي. خلي بالك انا اقدر اقطع لسانك بألف جنيه عيل صغير يديك دش مية نار، وانت عارفة فيها ايه لما اشوف ابني. فيها ايه؟ انا بحمي ابني منك وانت اضرب نفسك، وعارفة انت كنت ايه. صح انا كنت، لكن انت بقيت، وانت عارف كويس قوي انت بقيت ايه دلوقتي. كده يا عم عميش، انا يومين ثلاثه ان شاء الله هبقى زي الفل. طب والخناقه دي سببها ايه؟ سببها ايه انا ما اعرفش، وبعدين حتى لو اعرف يا عم عميش مش هقدر اقول. طب وانت ايه اللي حشرك فيها؟ الست دي هي اللي بتاكلني لقمه عيشي، ينفع تبقى في مشكله وما اعرفش جنبها؟ مش كده ولا ايه؟ كده طلع لابوكي ايام الشقاوه، احنا الثلاثه دخلنا خناقه، انا كنت السبب في الخناقه دي، عملت عمايل. ايه بقى؟ دي بعدين بقى يبقى محتاجين وقت طويل اقعد احكي لك ايه اللي عملت، بس يومها اللي صعب عليا عبده. ليه؟ اتضرب ضرب، اصله كلام انا.
تحسبيه رن. ما يصحش. صح يا حمام. اه وقت الزرع ما تظهرش الا متاخر. ايه ما كنتش عارف تنزل مع الحصان يا عبد باشا؟ اخلص يا ريح. ألف سلام عليك يا حنان، والله العظيم يا بنتي أول ما عرفت سبت الشغل وجيت على طول. أنا راجل بجري على أكل عيشي، مش زيك قاعد بطة ومستني لما الإيراد يوصل لك بالبلد. خمسة وخميسة يا حاقد يا حسود. أيوة كده اظهر على حصنك يا ناقص. استنى الجبل نهزك قدام البيت. ما تقدرش. لا أظهر يا ناقص. لا إله إلا الله وحد لا بقى. لا إله إلا الله. عاوز ايه يا ريش؟ عاوز اعرف مين اللي مد ايده عليه عشان ناخد لها حقها. بصفتك ايه ان شاء الله؟ حياتها كلها مسؤوله مني وكلام كتير مش عايز. ما حدش مد ايده عليها يا ابني. هي اتزحلقت في قشر موزه. ايوه قشره موز. دور بقى على قشره الموز واعمل فيها اللي انت عايزه. تاني كده يا شيخ فولي. رأيي أنه لا أمل فيه ولا خير يرجى منه، وأنه بعيد كل البعد عن الإيمان، إنما لجأ إلينا لنعينه على خصمه في العراك الدائر بينهم، وهو وخصمه كلاهما ألعى من الآخر، هذا طبال وهذا هجام، وكلاهما في السوق سواء. كلامك صحيح، لكن الطبال ده وجوده معانا له أهمية كبيرة. إحنا عاوزين نفهم من حضرتك. ضعيف الإيمان ماشي، دخل بينكم حتى يستفيد من قوتكم ماشي، لكن هو مش بينفذ كل اللي يطلب منه. هذا صحيح. خلاص يبقى ينفذ كل طلباتكم، وخصوصا الصعبة والمثيرة للاستنكار. ولو اتقتل بواسطة الحكومة أو اتقبض عليه مش هنخسر واحد مننا، احنا نكسب بيه قد ما بيكسب مننا ألف مرة على الأقل. ولو أثبت جدارة مفيش مانع يبقى أمير في الظاهر. أنا متأكد إنه هيثبت جدارة. الرقصات يبقى كده سبحان مغير الاحوال. الزام الصمت يا مراد. انه حق ربنا فوق كل حق. الشيطان من الليله مش هيسكن معانا، يعني لا فسق ولا فجور ولا سفور ولا مفاسد ولا معاصي. من الان هذه المنطقه ستخضع لكل ما امر به الله. يا شباب الدعوة، أزيلوا الركس وحطموا المنكر. صبيان العوالم المظبوط. ما هو محدش يقدر يحبك الخطه بالشكل ده الا لما يكون وقت صبي علمه صح. سلم نفسه يا جماعه اخوها وضرب لي ده.
وبكره يعمل لي زبيبه علشان يتجوزها بامر منه؟ يعني ايه؟ هات ربع تاني. يا عبدو يا عبدو افتح. مش انت تفتح الجبل؟ لا افتح يا عبدو. افتح لنا. بقول لك ايه؟ قول له نايم وبيقول لك نتكلم الصبح. افتح يا عبدو. اصحى يا عبدو هو في كده برضه؟ ما تخلي عندك دم يا جابر. الطبال ما بقاش طبال يا عبدو دلوقتي، يقدر يخطفها والشمس طالعه قصاد الناس كلها ومحدش يقدر يقول له تلت التلاته كام. الحكايه قلبت بجد يا عبدو. طب اهدى يا عماش، روح اعمل لنا شاي يا فاطمه. شاي ايه دلوقتي؟ نحن على الولايه اللي مالهمش قهوه. شوفي انا لولا ان انا عازب وبخاف من كلام الناس كنت خدتها البيت عندي. قوم روح فين؟ نازل نجيب هدام في حط فاطمه. انزل انا بات معاه. اه عشان ليش هيخطفكم انتوا الاثنين. خلاص ننزل بات معاه كلنا. قادر يخطفنا كلنا. تعرف اسم حد منهم؟ ابدا يا بيه. كانوا بيتكلموا ازاي؟ بينادوا على بعض ازاي؟ كلهم ابو حمزه، ابو شامل، ابو قاسم، ما اعرفش شكلهم. هم حضرتك كانوا كلهم شبه بعض، يعني الدقون كلها كانت قصة واحدة والسن واحد. وبعدين يا بيه، واحنا كنا في ايه ولا في ايه يا باشا؟ ما انتوا عارفين اكتر مننا. ايوه صحيح، واحنا هنعرف اكتر من الحكومة. الكلام اللي انت بتقوله ده يا عبد الستار. المصيبه يا ست هانم ان البنت ممكن تتسرق مننا، تتخطف، تضيع. انا عمري ما شفت بنت غلبانه ومكسوره وحظها مقندل زي البنت دي. تتجوز نقاش ويطلع حشاش ويتقفش، ويحبها هجام وطبال. الهجام هجام، المطوه ما بتفرقش ايده، والطبال فجاه يقلب متطرف وبدل الطبله يمسك سيف. انا عشان كده يا ست ناديه هانم كنت جاي لك، يعني وعندي امل كبير ان ممكن تخليها تبات هنا. بس الظاهر ان البيات هنا ما ينفعش. ده مش ما ينفعش، ده مستحيل. عندك حق، ده المكان ده اكيد بالليل اللهم احفظنا بيتملي عفاريت. اذا كان في عز النهار اهو وبيجري عفاريت. مفيش عندكم رجاله في الحته ليهم هيبه، ليهم كلمه، حد منهم يحميها؟ هو الفقر بيخلي الحد هيبه؟ احنا كلنا في الحتة عاملين زي حمير العربجية، بنجر اللي ما نقدرش عليه ونشيل اللي يقطم وسطنا. الفقر كسرنا، عشان كده الهلافيت والكدابين والأونطجية اتنططوا علينا. ركبونا يا ست. يا مدام انتوا بتشوفونا واحنا بنخدمكم، ولازم نضحك واحنا بنخدمكم عشان ما تزعلوش مننا. انما لو جيتوا وشفتونا جوه العشوائيات بتاعتنا مش هتصدقوا، احنا بلد تانية غير بلدكم. عبد الستار خدامك يا ست هان. انا هاخد البنت عندي في البيت. قلتوا ايه يا جماعه؟ شوف يا عم عاطف، الكذب خيبه وانت عارف الموضوع ده. احنا مش قادرين. يعني ايه؟ يعني الجماعه هم الدقون دول شادين حيلهم قوي، واحنا هنبقى لقمه طريه تحت اسنان. تمام، ولا مؤاخذه الناس هتبقى في صفهم، دول بتوع قال الله وقال الرسول. الناس هتاخد صف مين؟ جرايه ور، ما تعقل في كلامك. اي حد يقول قال الله وقال الرسول الا ريش الطبال ده نسوانج وافيونج يا جماعه. واقطع دراعي من هنا اذا كان حافظ سطر واحد من القران. الناس ليها الظاهر يا سعاطف. الظاهر يا جماعه، احنا لازم نبقى ايد واحده. بالاذن يا جماعه، الموجه دي عاليه علينا قوي، والاحسن اننا نبعد عنها. معلش هستاذنكم عشان عندي ميعاد مهم. وبعدين الموضوع ده بينك وبين ريشه، خلصوه مع بعضيكوا احسن، ملناش مصلحه فيه. سلام. البيت ده بيتك من النهارده، ومن دلوقتي تعتبري نفسك مسؤوله مني. اديني قفلتها لك. العب دور تاني. استنى يا عم وريني عليك كام. لا لا انت قول كام. 7 أو 13. الله اكبر، الظهر الزياره دي لينا. جمد قلبك،
اشرب شاي هنا. اهلا وسهلا. ما تروح تقعد مع اخوانك اذا كنت جاي عشانكم. والله والله كان المفروض اسمع منكم كلمه مبروك. ايه خير؟ اتجوزت؟ جواز يا رجل طيب. انا الامير. والله غيرت اسمك. وامتى هتبقى ملك؟ عبد الستار كلامك معايا يكون بحساب. بس انا مش خايف منك. لازم تخاف. ليه ان شاء الله؟ لان غيرك خايف. انا ورقي كله مكشوف قدامك وعايزك تكشف ورقك قدامي. انا ما عنديش حاجه متغطيه عشان اكشفها. عندك. وديتها فين؟ هي مين؟ حنان. لذا ربنا اكرمها شغلانه حلوه تسترها وتاكل منها لقمه عيش. تشتغل ايه؟ ايه يعني عايزه تشتغل مديره بتنظيم الاسره؟ تشتغل خدامه؟ الشغلانه مش هي. وشغلانه الطبال كانت اللي هي؟ عميش لو ما كنتش راجل كبير انا كنت حلقتك على باب القهوه وجلدتك. ورقه ريشه. هو فكرك بحاجه زعلتك ولا ايه؟ الشيخ ريشه عبد الستار شغال خدامه فين؟ عند ناس اكابر محترمين عشان كده بتبات عندهم. دول اللي عملوا لها اوضه فيها سرير ودولاب. من الاخر يا عبد الستار شغال عند مين؟ عند السيد وزير الداخليه. السيد وزير الداخليه عايز شغال عنده في البيت ليه؟ انت عايزه يشغل امين شرطه جوه بيته؟ كبري سنك وسنه مش هيمنعني من انزال العقاب عليكم على اصغر مخالفه لشرع ربنا. صباح الهلا. انا عايزك. عندك اخبار عن بدريه الرقاصه؟ سابت المطرح اللي كانت ساكناه حتى من غير خلو وخدت مطرح في الارياف. عايشه ازاي؟ دنك بعيد عنك. دنك مفيش فرقه وكل حين ومين على مطروح فرح ارياف. بصراحه شيخ ريشه حضرتك خربت بيتها. عارف بيتها؟ ما كفايه اللي هي فيه. ما هي ست كافيه خيرها شرها. عارف بيتها ولا مش عارفه؟ عارفه 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 والله. Wet weather across Manitoba, spreading east, but Quebec. L'inquiétante contamination des lions fait. Hakteb lakshay. Wana shika. Eh, mish mistamenni? Afandina amru kit. 将刘玉的大部分地区如重庆、湖南、湖北、江苏、安徽出现强降雨，并伴随短时冰雹。四川自贡市九级大风和持续了七分钟的冰雹，还造成了三十多人受伤。我的ethnic is Tehan。广西梧州、广东、安徽。And the Sabah Tashir。And the Sabah Tashir Sana。لا ما هو بيكبر. الصورة دي عنده 17 سنة。واللي جنبه ده بقى كده أبوه. أصله شبهه بالظبط. لا مش أبوه مش شبهه خالص. أبوه اللي إحنا ضربناه. لا طعنا ده يبقى أبوه. ضرب التاني. ربيل تاني إزاي بقى يعني؟ يعني إيه إزاي؟ أنا ممكن أتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة أنا حرة يا ستي. سيبيني أتفرج بقى على التلفزيون. على ده؟ على ده. ايه القبحة دي؟ طب دي بقى باللي بتعمله تبقى مراته ولا لا؟ يا انتي ليه؟ انا مش فايدة. انتي هتجنيني يا بنت انتي. خلاص خلاص يا ست هانم. ممكن جايب عيل. لا احد يستطيع. ما لحقتش اقراها. وانتي هتقري الفيلم ان شاء الله؟ ما انا مش لاحقه اصلا يا ست هانم. الحمد لله. الحمد لله انك مش لاحقه. الو ما ترد انت راخر. لا في السكه في وشك. ايه؟ بتقول ايه؟ مين اللي بيتكلم؟
في حاجة هنا؟ أكيد أكيد الدنيا كده، زي ما في ناس بتحبك في ناس بتكرهك. يعني أنت عارفة مين اللي عمل المصيبة دي؟ طبعا عارفة. عارفة وساكتة؟ قولي للحكومة هم يجيبوه. حكم القوي غلط. أنا عارفة أنا غلط، بس مفيش ست في الدنيا بترمي روحها للكلاب بمزاجها. بس المشكلة مش فيا، المشكلة في اللي ما تبوش. وانتي بنفسك شفتي واحد منهم ازاي عايز يحرق شقة عمري ويعاقبني بطريقته. هو ده الراجل اللي احنا ضربناه؟ انا كان نفسي اديله مش اضربه. بقى من اهم رجال الاعمال دلوقتي، عارفة؟ هو النهاردة بيوريني يقدر يعمل ايه فيا. كل ده عشان علقة ستهينة؟ عشان انسى ابني العمر كله. قولي المحكمة ستهينة. يا بنتي اروح المحكمة اقول ايه؟ محامين بتوعه يطلعوا لي كل الملفات القديمة. انا مش عايزة اكون سبب في جرحه ولا عاره. انا لما بعرف ان هو سهران في حتة بروح عشان ابص عليه واشوفه، اشوفه من بعيد. هو ما يعرفش شكلي ايه، حتى دي كمان عايز يحرمني منها. انا والله انا مش ست فوضى، صدقيني. دي شايله كتير اوي. اوعي تفتكري اللي انا فيه دلوقتي كان من السكة البطالة. انا كان في حياتي راجل، خدتلي معاه شوية ايام مختفى وانا كمان نسيته. فاتت سنين طويلة، لقيت الدنيا كلها بتدور عليا. خدوني على المستشفى، كان بيموت، بصلي وابتسم قالي الحمد لله انك بخير، واداني شيك في ظرف. كان عايز يسعد كل اللي ساعدوه وانا كنت واحدة منهم. رحت البنك اصرف الشيك، طلع بخمسة مليون. وبعدين معاك يا أنسة؟ حلو قوي كده، ده كمان مخرم، ده يمكن هلبسه مستحيل. هي اللي انتي لابساه ده؟ اه متشكرة. يلا بتعملي ايه؟ انتي مجنونة. ايه اللعب ده؟ والبسي ده تحت. طب لا مؤاخذة يعني. حاضر يا ستي. حاضر. شكلي حقت رقبتك، مالك ومال البنت؟ بنت مين؟ حنان. يا مدام حنان دي بنت غلبانه،
وبعدين حضرتك عارفة ان الغلابة ما بياكلوش لحمة بعض. لا بياكلوا لحمة بعض. وعقل بقى واعرف انت بتتكلم مع مين. آية تشينج تشيل بالحلال؟ يا ريت يا ريت اقدر. تيكي فود باك. ما تقدرش ليه؟ ايه الصحة مش مساعدة؟ يا ريت كل حاجة تبقى زي الصحة، لكن حضرتك عارفة اللي فيها. اوكي سبورت يور سيلف اند تشينج. هساعدكم. بيهايند يو يا مدام. ما ينفعش من اصل. اسمع انا بحبك قوي وبحبها، وبعدين يا سيدي اعتبرني ان عايزة اعمل ثواب. انت مالك؟ كل تكاليف الموضوع ده هتتخصم من الضرائب بتاعتي. الشقة والعفش عليا. لازم احبها الاول. تحبها؟ امال كنت بتسبب لها بقى بناء على ايه؟ عطف انسانية. افهم من كده انك انت و انا قدامي مشوار طويل قوي عشان اقدر اكبر واقف على رجلي، ولا حتى ابقى قد الحب. ولما ابقى قد الحب ساعتها هقدر اقول اهو انا موجود، انما دلوقتي لا ينفع الحنان ولا غير حنان. خد يا عم لسه بدري. ده تكلمني يا عم ده النهار هشق. ليلتك فل. ليلتك قشطه. كنت سكران، انتظرناك حتى تعود الى حالتك الطبيعية. عايز مني ايه يا ريشة؟ الشيخ ريشة كاتب يا زنديق انت تحدث الامير. انت لص مساكن هجام وانت طبال. طاب الله علي وزودني بالتقوى والصلاح، وانا الان اعمل على تطبيق شريعته. ما حكم الشرع في شأن هذا الهجام؟ نقيم عليه الحد وهذا حكم الدين، وانا ما اقدرش اغير في حكم الدين. سرقت بيها؟ دي الإيد اللي ضربتك. شيخ ريشة، شيخ ريشة، خلاص وصلنا.
هو ده البيت ان شاء الله سيدنا الشيخ. تاخد السواق وتشرب شاي على اي قهوه وترجع لي انت هو بعد ساعه. أمرك يا سيدنا الشيخ. يلا السلام. أنا ريشة يا بدري أفتح. ريشة؟ الشيخ ريشة يا بدري. وإيه اللي هدفك على فين؟ الشغل. الحكومة بتدور عليك في كل شقة. وأنا قلت أستخبى في حضنك. كان زمان، كان زمان لما كنت بحبك. وأنا لسه بحبك. بتحبني؟ واللي أنت جاي ناوي عليه يحصل، يحصل بقى إزاي وتحت أي بند؟ فارقة منك ليا ولا عايزني أبقى واحدة من الحريم بتوعك؟ طب ما تنقم الحريم بتوعك. ايه المشكله؟ وده يبقى اسمه ايه يا سيدنا الشيخ؟ مش يبقى اسمه زينه برضه؟ يا اخي عيب على دقنك. مهما شرحت لك مش هتفهمي. مش هتفهمي اي حاجه. افهم ايه؟ افهم ايه بعد ما شرحت لي وقطعت عيش؟ ده انا كنت مرشحه ارقص بوتلات يا ابن الكلب. بقول لك ايه؟ اهدي وروقي. انا معايا سجارتين ملفوفين هنشربهم ونقول احلى كلام. جاي تبسط نفسك يا ريح امك؟ طب قوم اخرج بره. ايه ولا ايه؟ انت مش خايفه مني؟ طب انا خايفه منك، لكن انت خايف من كل الناس. وبعدين انا عارفه انت عملت كده ليه؟ عشان البنت السهتانه مسبله على طول. يلا يا مشيخ شرطه خاطر وخد الباب وراه. ايه ايه يخرب بيتك. بطاقة انت وهو وزين انت ابو جلبيه وانت كمان يا كابتن وانت كابتن الهناد. رخصك انت رايح فين؟ سوق الخضار يا باشا. تعمل ايه في سوق الخضار؟ اسلم البضاعه اللي معايا يا باشا. بضاعتي ايه يا ابني؟ ده الاقفاص اللي انت محملها فاضيه. تعالى يا عسكري انت وهو فتشوا العربيه دي. كان مستخبى تحت الانفاص الفاضية رضا ريشة؟ هو يا باشا. طيب واحدة واحدة كده بقى وقول لي ايه الحكاية. يا باشا انا كنت بسوق بس يا باشا، يقول لي احود يمين احود يمين، خش شمال اخش شمال، كانوا فين وعند مين؟ سبا هلال هو اللي عارف كل حاجة. كل ده على عيني وراسي، بس انا عايز اعرف هو كان عايز العربية يعمل بها ايه؟ سعادة الباشا تسمح لي اسأل حضرتك سؤال؟ طبعا. هو لما السيد رئيس الجمهورية يطلب من سعادتك طلب هتنفذه ولا لا؟ نفذه طبعا. اه احنا عملنا كده. الشيخ ريشة زي ما سعادتك عارف رئيس جمهورية المنطقة وأمرني إن أجيب له عربية، فجبت له السبتر. وأنا كمان يا باشا أنا ما أقدرش ما نفذش طلب لرئيس جمهورية حتتنا. تؤمر أمري يا باشا. الواد ريشة مش كان جاي عندك عشان يشوف نفسه ويروق شويه؟ ايوه يا باشا، وسبق قلت لسعاده الباشا قبل ما نيجي على هنا عاوزينه يجي عندك تاني بعد اللي عملته فيه. مش ممكن ابدا يا باشا، وبعدين ده لا يمكن يروح مطرح اتعرف انه اتوجد فيه حتى لو لمره واحده. مطرح جديد ايه المانع؟ انت بس لغيه، مش هو غويكي؟
انا مش الطعم بتاعه يا باشا، انا طعم دقه وعارف طعمه، وكان بياكله حتى من غير ما السناره تشكه. الطعم بتاعه اللي استعصى عليه بنت اسمها حنان الدهشوري من عندنا من المنطقه. انا رقصت الفرحه اللي بوظت الحكومه. التذكره وصلت وهكون عند حسن ظنك. بارك الله فيك يا معالي الشيخ. صباح الخير. صباح النور. لا لا لا، ازاي ازاي يا معالي الشيخ؟ ان شاء الله هكون عند حسن ظن سعادتك. كل شيء هيبقى جاهز وقبل الميعاد تمام. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. خير يا خالد، نقول مبروك؟ ان شاء الله. شكلك مبسوط قوي. قول لنا ايه الحكايه عشان نفرح زيك. جات لي شغلانه جديده حلوه قوي. شغلانه جديده فين؟ هدي دروس خصوصيه، بس هي شخصيه مهمه جدا في الخليج. هسافر معاه في كل حته يروحها. محتاج مدرب خاص معاه. هلف الدنيا حنان. انا كنت مستني فرصه السفر دي من زمان، بس مش عارف اذا كنت هبقى مبسوط ولا لا. بس انا عندي مسؤوليات كتير، يا ريت تدعي لي. صباح الخير يا كابتن الهام. انا اول ما شفت سعادتك جبت لك القهوه على طول. على فكره يا ابو ستار، انا ما نسيتش الموضوع بتاعك. انا موضوع يا سياده اللواء، موضوع البنت اللي انت كلمتني عنها، اشوف لها شغلانه. ربنا ما يحرمنا منك. الحمد لله ربنا اكرمها بشغلانه حلوه قوي وبتاخد منها قرش زي الفل كده. طيب كويس، واشتغلت عند مين بقى؟ عند الله يكرمها مدام ناديه هانم صفوان. بتقول عند مين؟ ناديه صفوان يا باشا. انت مجنون يا عبد الستار، انت وديت البنت في داهيه. هو في ايه يا سياده اللواء؟ وغشتني انت، السبب في كل المصايب. انت اللي جوزتها وبنت بختها، انت اللي خدتها بايدك وصلتها للست. حنان مش لازم تستنى هناك، حنان لازم ترجع تبات في بيتها. قوم بينا. هتروح بالبيجامه؟ هروح بالزفت. انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ زي ما تكون. ايه ده جاب؟ مش قادر مش قادر. هتخرج وانت شارب كده؟ اخرج زي ما انا عايز. انت سكران يا جابر، سكران. سبيك عربك؟ ليتل، جيت فردالو. ليتل يا عميشة، على شوية صغيرين. اتفردالو. هو ده بيت عميش؟ اتفردالو، هنادي المدام حنان. بتقول هتنادي المدام. أهلا يا عم ستار. اتفردالو. اهلا يا مدام. احنا جايين ناخد الامانه. امانه ايه؟ البنت، عاوزين البنت. حنان؟ ايوه. وسليمه، انت استلمتيها جنيه ذهب؟ تسلمي حنان جنيه ذهب؟ انتوا فاكرينها ايه، لعبه؟ شغلي البنت، هاتي البنت، خدي البنت. انا مش فاهمه حاجه بصراحه. البنت هنا مش في امان، والعارف لا يعرف يا مدام. مين ده؟ ده عميش في مقام ابوها بالظبط. بصراحه يا ست هانم، احنا سمعنا كلام كده لا مؤاخذه، ما اقدرش اقوله في وش حضرتك. اخرس، انت عارف انت بتكلم مين؟ بيتكلم مين يعني؟ مين ده؟ ده عميش. اهدى، ان الله عليك من ستار. احنا كل اللي عاوزينه البنت، ناخدها ونروح لحنان. حنان مش قاصر، ممكن تعمل اللي هي عايزاه. حد فيكم قريبها واصي عليها؟ عندنا في الحته اللي ملوش اهل كلنا بنكون اهل. افرض ان البنت ما رضيتش تروح معاكم، هات يعني نسأل. بس قبل السؤال نجيبها ونتكلم معاها ونفهمها الوضع بالظبط ونعرفها حقيقه الست الاوياء. ست مين اللي انت بتتكلم عنها؟ خلاص يا عم عميش، انا عارفه كل حاجه. حنان جايين عايزين ياخدوكي. عميش، هي دي حنان بتاعتنا؟ حنان انت مالكيش قعد هنا. انت مش قاصر، انا قلت لك قبل كده. قولي لها مين؟ انا ما اقدرش ابيعهم عشانك. شفتي؟ ولا هقدر ابيعها عشانكم. لو عايزاني امشي من شنطتي جاهزه، لو عايزاني استنى انا هستنى، بس لازم يبقى بموافقتكم ورضاكم عليا. الست دي طيبه وحنينه، بلاش تظلموها.
أنا معاها بخير وكويسة زي ما كنت معاكوا بالظبط. الباب ده بيفتح ازاي؟ انت في امان يا بنتي؟ الحمد لله. انا هلحق عمك يا ميش. اسلم عليك بقى. سلم عليا ليه؟ ما احنا مع بعض يا جاب. لا روح انت استريح وكلك لقمه قبل الشغل. ما احنا هناكلها مع بعض. هو انت هتلاقي احلى من اكل فاطمه؟ لا طبعا، بس انا عايز امشي رجليها شويه واتفسح، يعني واشوف الدنيا. هشوفك على القهوه لما ارجع ان شاء الله. سلام. سلام يا جاب. حمدي امين مؤتمن يسمع اللي هقوله. ما تقولش حاجه، انت مش حمل كلام. سيبه يقول اللي في نفسه. قول. انا عمري ما كان ليا ارض في البلد، وعمري ما كان ليا اهل يسالوا عن احوالي. كان ليا اصحاب، بس هي احلى حاجه كنت بشوفها، هي اللي الشمس ما كانتش تشرق إلا لما تفتح شباكها وتطل منه. دايما كان نورها بيسبق نور الشمس. يا عم قول اسمك وعنوانك. أنا ماليش اسم ولا عنوان، أنا مواطن عشوائي، صاحب العربية ملو الزمن، دي كانت شغلتي باكل منها عيش، كنت بسترزق منها برضه عشوائي. بس عبده هيوحشني أوي، وصدقوني نورها كان دايما يسبق نور الشمس. يا باك. هلا يا عم عبد. هو عمك عميش روح بدري ولا ايه؟ لا يا عم عبد، ده ما جاش خالص. ما جاش خالص ليه؟ كل ده بيتفسح. عم عبدو ممكن كلمة لو سمحت؟ انت شفت عمك جابر عميشي؟ مين جابر عميشي؟ اه لا تبقى غريب عن الحتة. امال عاوز ايه؟ احنا نلاحظ امن الدولة. مستحيل يا سيادة الأول. حنان عاوزينها ترجع لكامل هيئتها، ترجع بيتها بنفس الهدوم اللي كانت عليها قبل ما توليها برعايتك. بس كده خطر على حياتها. انا ما صدقت الاقي حد جنبي. هو احنا هنخطفها نادي هانم؟ ما هي هترجع لك. وبعدين انا شرحت لحضرتك الظروف كلها كويس. طب
يا فندم مفيش خطه تانية. البنت طيبه زياده عن اللزوم، يعني ممكن تغلط ممكن تخلط. مدام ناجي احنا عارفين شغلنا كويس، واذا قلت لا دي مصلحه بلد، حد يقول لا لمصلحه البلد؟ كل واحد بيبص لمصلحه البلد على حسب مصالحه هو. البنت ما اتخرجتش من كليه شرطه علشان تساهم في القبض على الارهابي. دمي خفيف قوي انا دي هانم. دي مش خفه دم، انا بتكلم بجد. وانا كمان هتكلم معاكي جد. عارفه الجد بتاعك تهديد بالملف القديم. لا لا ده موضوع رخيص احنا ما نعملوش. وبعدين انت ايه علاقتك بالبنت؟ انت مالكيش عليها اي ولايه، احنا بنستأذنك بس عشان تبقى معانا في الصوره. وخلي بالك الموضوع سري للغايه. ازيك يا حنان؟ الحمد لله على سلامتك بين اهلك وناسك يا ست البنات. انت رجعت يا حنان؟ في ايه يا معدو؟ مفيش، بس عميش من ساعه ما كنا عندك لا ظهر في الحته ولا روح بيته. يمكن سافر بلدهم يجيب اراد الارض. يجوز بس هي البلد دي فين ولا اسمها ايه؟ اصلها مش عوايدك يا عميش، انت عمرك ما عملتها يا جابر. طب اسال مين واروح فين؟ اروح فين يا اخويا؟ مش عوايدك يا جابر، مش عوايدك. عايز اي تحرك الا اذا كان ريشه بنفسه هو الهدف. تمام سيادتك يا فندم. اي حد تاني مش مهم. افتح الشباك يا اخت حنان. مين؟ الشيخ رضا عايز يتكلم معاكي. اغلق النور يا اخت حنان. هلبس هدومي وبعدين افتح. Oh,
عميش انا ما اقدرش اخبى عليك حاجه، والله ما حدش يقدر يحوش المقدر بالمكتوب. وانت فين يا عميش؟ رحت فين؟ وترد علي يا جابر؟ فين يا عميش؟ فين يا عميش؟ هي اللي الشمس ما كانتش تشرق غير لما تفتح شباكها وتطل منها، دايما كان نورها بيسمع نور الشمس.